السلام عليكم طلاب السادسة العلمي الأعزاء. اليوم وصلنا للمحاضرة السادسة من محاضرات التكامل. بعدنا تعرفون شباب بعد بالتكامل المحدد، هاي أخير محاضرة إن شاء الله حتكون على التكامل المحدد. خذنا كل الفيكات اللي متعلقة به تتذكرون. اليوم شوي راح ناخذ بعض الأسئلة المختلفة، جزء عليك أنت سؤالين بمي، والحلوة راح سؤالين متعلقة بالفصل الثالث جدا مهمة شباب، يعني ذيك الاسئله هي دائما تتكرر وتجي بالوزاره. هذا السؤال شباب، هذا السؤال وهذا السؤال نفس الفكره يا اثنيناتها، بس حتى نصير عندنا اكثر من سؤال حنحلها اثنيناتها. شو يقول لك؟ اذا كان تكامل من سالب واحد للاي، هذا اي شباب، الداله اكس ناقص اكس تكعيب دي اكس يساوي سالب 9 على 4، جد قيمه اي. هو لو يعطيك شباب متعودين عليه احنا، يعطيك حدود التكامل ويقول لك جد الناتج، كلش طبيعي، مو صح؟ نكامل ونعوض الحد الاعلى ناقص الحد الادنى ونطلع الناتج. ايش قلت ثاني؟ عيده والله. نكامل ونعوض الحد الاعلى ناقص الحد الادنى ونطلع الناتج. سوي نفس الشيء شباب، كامل عوض الحد الاعلى، استاذ حد الاعلى اي، عادي عوض اي، ناقص الحد الادنى، عندك الناتج هنا، مو انت راح تطلع الناتج، فما راح يفرق شيء. فبعد شو راح تحل السؤال شباب؟ اللي يريده هو جد اي اللي ينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه. ايش قلت لك انا؟ احنا متعودين نكامل ونعوض، نفس الشيء نسوي شباب. هسه انت بتحل التكامل اول شيء، حتجي تقول انه تكامل من سالب واحد للاي للداله اكس ناقصا اكس تكعيب دي اكس يساوي سالب 9 على 4. اول شيء بيش نحل بالتكامل، استاذ التكامل سهل هذا، تمام؟ تكامل الاكس اكس تربيع على 2، تكامل الاكس تكعيب اكس اس 4 على 2، نزيد الاس 1 ونقسم على الاس الجديد، اذا التكامل سهل، لان هنا القوس ما مرفوع الاس شباب، اس 1 يعني كانه ما اقدر اكامل الاكس بحد والاكس تكعيب بحد، لو تربيع يعني هذا القوس كله تربيع كان صار الحكي يختلف. اذا حنقول حيصير عندنا شباب التكامل راسا اكس تربيع على 2 صح؟ ناقصا اكس اس 4 على 4 على الاس الجديد، من الى من السالب 1 الى الاي يساوي سالب 9 على 4. هذا اي شباب. اوكي؟ اذا استاذ نفس الخطوات سويناها، نجي نعوض الحد الاعلى ناقص الحد الادنى، نفس الشيء سوي. حنقول وين يساوي؟ مو يساوي، حنعوض راسا. نفتح القوس الصغير مالتنا، مو صح؟ عوض الاي حيصير اي تربيع على 2 ناقصا اي اس 4 على 4، سد القوس الصغير وسد القوس الكبير. لا استاذ سد القوس الكبير بعدنا، انا متخسر ترى، دير بالك. عوضت الحد الاعلى، بعدك هسه تعوض الحد الادنى، حتقول ناقصا سالب واحد تربيع واحد على 2 يبقى واحد على 2، ناقص سالب واحد اس 4 واحد على 4، نسد القوس الصغير هسه ونسد القوس الكبير، تمام؟ هذا كله ايش قد يساوي؟ كله يساوي سالب 9 على 4. اذا انتهى السؤال استاذ. ليش انتهى استاذ؟ لانه بس معادله بس ابسطها واطلع قيمه اي. راح اجي هنا اوحد مقامات على 4، 4 على 2 ايش قد شباب؟ 2، في اي تربيع حتصير 2 اي تربيع، 4 على 4 1، في اي اس 4 حيصير ناقصا اي اس 4، نسد هذا القوس ناقصا نص ناقص ربع راح يبقى ربع، وهسه ارجع اشيك اخاف غلطنا المكان، بعشرة تبسيط، عامل مشترك الاربعة، عامل مشترك اربعة على 2 2، في اي تربيع 2 اي تربيع، اربعة على اربعة واحد، في اي اس اربعة ناقص اي اس اربعة، ما تقدر طبعا تجمعها وتطرح لان الاسس مختلفة. هذا كله ايش قد يساوي؟ كله يساوي سالب 9 على 4. تقدر هنا همين مرتين الاخ شو تسوي؟
تقدر توحد مقامات، يعني هذا هو بس حيصير ناقص واحد، اذا راح يصير 2 اي تربيع ناقصا اي اس 4 10، المقام مالتهم 4 هو، حيصير 2 اي تربيع ناقص اي اس 4 ناقصا 1 كله يساوي سالب 9 على 4. هنا لك عندما انتهى السؤال، تقدر شلون طبعا تختصر هذا 4 ويا 4، هتروح هاي الأربعة ويا هاي الأربعة، راح يبقى لنا هنا حتى يصير عندنا مجال، طبعا عشان تعرفون تختصروا هاي لأن هي كلمة طرفين وبسطة، راح تصير 2 أي تربيع ناقصا أي أس 4 ناقص 1 يساوي سالب 9. حلو الحكي؟ منو أكبر أس عندك؟ الأي أس 4، إذا لازم ننقل هذا كله هناك، انقل شباب حيصير أي أس 4 صار موجب. الاثنين اي تربيع حتصير ناقص الاثنين اي تربيع. ناقص واحد يروح من هناك يصير موجب واحد ناقص 9 يساوي صفر. كانما هذا اللي نقلناه شباب، حتى اكبر اس اللي هو اس 4 يصير موجب. اذا شباب حيصير اي اس 4 ناقص الاثنين اي تربيع ناقصا 8 يساوي 0. تمام؟ إذا انت حنجي تجربة أي تربيع بأي تربيع، هاي أساسيات عليكم، ناقص بزائد ناقص بزائد، الثمانية جاية من 4 في 2 ويساوي 0. انتهى السؤال. هاي أما أي تربيع يساوي 4 رأس شباب، إذا الأي يساوي موجب سالب 2 أو الاي تربيع يساوي سالب 2، هذا يوم انتهى السؤال. فالقصد شباب هو مجرد تبسيط جاك، بس حتى لا تتفاجئ انت اكو هيك منطق سؤال انه يخلي لك هذا مجهول او هذا مجهول، انت كامل عوض الحد الاعلى ناقص الحد الادنى، عندك الناتج بس بقى تبسط على كيفك. وحدنا هنا المقامات، هنا هم وحدنا مقامات 4 طالب 4، الأكبر أس دائما لازم يكون هو الموجب، نقلته من هنا تجربة تجربة طلعت الناتج. هذا اللي أقصده شباب، هاي نوع من الأسئلة اللي هي جدا بسيطة. خلينا نسأل السؤال بالمسحة، نحل هذا بالمسحة. هذا نفسه شباب، ماكو اختلاف عنه، يعني شلون أستاذ؟ تكامل من الصفر للأربعة، من الصفر هاي من الأي. بس هي راح تطلع صفر. من الأي الأربعة، تأكد من عنده من الأي، يعني تمثلها صفر. من الأي الأربعة تكامل هاي الدالة دي اكس 2، أريد الأي. استاذ حير بالتكامل أول شيء، لا تحير بالأي، الأي سهلة، حير بالتكامل هسه، بعدين عوض الحد الأعلى وعوض الحد الأدنى وتقدر تلقى الأي، مو مشكلة. والله حكيكم صح، تقدر خلينا نحير، منو قال نعرف كامل احنا؟ لا استاذ نعرف كامل، بس خلينا نفكر على كيفنا صح. هذا كأنما تحت الجذر، إذا هذا اعتبره قوس مرفوع الأس، إذا خلص هذا اللي فوق. يم هذا شباب حقول تكامل من الأي إلى الأربعة إكس، هذا صار لي فوق شباب يصير إكس تربيع زائد 9 أس سالب نص. شلون استاذ؟ هو هنا جاوا أس نص، صعد لي فوق يصير أس سالب نص. شنو شباب؟ دي إكس كلش قد يساوي؟ يساوي 2. قوس مرفوع الأس لازم أهم شيء نوفر مشتقة داخل القوس. إيش قد مشتقة داخل القوس؟ استاذ مشتقة داخل القوس هي 2 إكس، تقدر توفرها؟ استاذ ما دام عندي الإكس الباقي علي، أحط هنا 2 وبرا إيش قد شباب؟ وبرا نص، انتهى السؤال. أجي شو أسوي؟ لأن هذا قوس مرفوع الأس مشتقة داخل القوس، تعلمتوا شباب شو نسوي لها؟ تحذف، نزيد الاس واحد ونقسم على الاس الجديد اللي مشايف المحاضرات القديمه ليجي يشوف هاي المحاضرات شباب، لان هناك شي تشرح بالتفصيل، فخاف تقولون الاستاذ يشرح السريع، لان هاي تجاوزنا هاي المرحله تقريبا. تمام؟ اذا نزيد الاس واحد حيصير اكس تربيع زائدا 9 حيصير اس نص، ونقسم على الاس الجديد اللي هو نص، وهنا شنو عندنا؟ عندنا نص
من وين لوين؟ من الـ A إلى الـ 4 ويساوي 2. إذن عوض الحد الأعلى بعد التبسيط والحد الأدنى حتى طلع هاي الاثنين ويا الاثنين. هذا شو تحول شباب؟ يتحول تحت الجذر X تربيع زائد التسعة صح؟ من الـ A إلى الأربعة، إيش قد يساوي كله؟ ويساوي 2. إذن نعوض الحد الأعلى، نفتح قوس كبير وراء قوس صغير، 4 تربيع 16 زائد 9 إيش قد سموني؟ 25 تحت الجذر. إذن بنعوض الأربعة يطلع 5 ناقصا من أي عوضة نفسها راح أنزلها نفسه، صح ولا مو صح؟ هاي نمسحها الخمسة نكتبها بالأسود حتى تعرف. هاي 5. هسه نعوض الاي شباب، هم نفتح قوس. عوض الاي حطه بمكان الاكس تربيع، هسه تحت الجذر. اي تربيع زائد 9، هذا كله ايش قد يساوي شباب؟ كله يساوي 2. هاي عندك سؤال. اذا هسه على كيفي، 5 ناقص هذا، 5 ناقصا تحت الجذر اي تربيع زائد 9 يساوي 2. هاي الخمسة حنقلها من هنا أو بالعكس، بالعكس أنقل الجذر من ناحية يسار موجب والاثنين جيبها من هنا، يعني حصير 5 ناقص 2 يساوي هذا حيصير موجب تحت الجذر أي تربيع زائد 9. 5 ناقص 2 حيصير 3 يساوي تحت الجذر أي تربيع زائد 9. انتهى السؤال. ربع الطرفين، مربع الثلاثة ايش قد؟ مربع الثلاثة 9 صح؟ هذا حيطير الجذر من هنا، ربع الطرفين هذا صار 9 هذا يطير الجذر. إذا أي تربيع زائد 9، 9 تجي 9، إذا الأي تربيع يساوي 0، إذا الأي يساوي 0، هاي 9 تربيع 9، إذا الأي ايش قد بقى؟ الأي 0. إذا كأنما شباب هذا الحد الأدنى هو طلع لنا يساوي 0. هذا نوع من الأسئلة شباب، تمام؟ اللي هو يعطيك انه احد حدود الدالة مالتك او حدود التكامل يكون يعني مجهول، يعطيك بس الناتج. انت قلت لك اول شغلة تحير بالتكامل، حيرني بالتكامل، من كملت التكامل حط هن الحدود نفس ما هي. عوض الحد الأعلى طلع لي 5، عوضت الحد الأدنى تعال بسط لي انت الناتج هنا، عندك الناتج، تمام؟ هذا الجزء الأول من المحاضرة اليوم. الجزء الثاني شباب راح نربط الفصل الرابع ويا فصل التكامل. هاي تلخبط. حنربط الفصل الرابع ويا فصل التفاضل عفوا. يعني تكامل وتفاضل بنفس الفصل عفوا. شلون شباب؟ كلش سهل الأسئلة. راح يربطك بالموضوع مال ايجاد الثوابت، خلينا نمسح السوالف مال ايجاد الثوابت. فشريدك قبل لا تجي تقرا لي هاي المحاضره، قبل لا تشوف هسه هذا الفيديو، تروح مسوي لك بالملزمه او تروح ترجع على المحاضرات مال ايجاد الثوابت، مسوي لك القفل المفتاح. اذا تتذكروا شباب سوينا خطوات الحل او الملاحظات كانت عباره عن قفل ومفتاح، نعطي الملاحظه ونعطي شو نسوي، تمام؟ فتحتاج الملاحظات مال ايجاد الثوابت حتى لا تجي هنا تقول لي استاذ والله ما افتهمته، لان انا بعد ما مطلوب مني هشارك يا مال ايجاد الثوابت انا هسه هنا، هم هرجع لك عليه، بس يعني مطلوب انت تعرف كل الملاحظات شباب، تمام؟ هي السؤالين جدا سهلات، ان شاء الله شوفها سهلات، حناخذ واحد واحد حتى هذا أول سؤال. أسئلة كتاب هي لتكن f of x يساوي x تربيع زائد 2x زائد k، حيث k ينتمي ل r، دالة نهايتها الصغرى
دالة نهايتها الصغرى تساوي 5 5 صار 5 صار 5 جد تكامل عشر جد تكامل من الواحد للثلاثة f of x dx تمام؟ إذا هذا السؤال شباب نحل على كيفنا؟ طيب يا أخي أول شيء نفهم السؤال لتكن منطيق دالة f of x x تربيع زائد 2x زائد k حيث k ينتبه الآن دالة نهاية الصفر تساوي سالب 5 جد تكامل هذا إذا دليل هو تكامل من الواحد للثلاثة الدالة مالتنا اللي هي x تربيع زائدا 2x زائدا k dx استاذ ليش ما تكامل عادي؟ كامل وطلع الناتج عندي حدود التكامل هذه لأنه قيمة k ما عندي هي هاي المشكلة أنا بروح شو مشكلتك؟ عندك بهاي قيمة k ماكو شلون اقدر اكامل اني؟ زيد قيمته هذا الكي حيبقى كي في اكس. اذا احنا مهمتنا هسه هذا التكامل العنف على صفحه نرجع مهمتنا هنا نلقى قيمه كي عن طريق التفاضل. نرجع نشوف شنو منطقنا ممكن يفيدنا. هاي الداله هذه اللي هي اف اوف اكس داله نهايتها الصغرى تساوي 5. اذا منطقنا معطى واحد استفادنا عنده ايجاد قيمه كي. قايلين احنا ملاحظة اذا اعطى نهاية صغرى او عظمى عند اكس تساوي عدد مثلا عند اكس باع عند اكس تساوي عدد نشتق نزفر نخطب لذا تذكروها بس ايش قال لك الملاحظة اذا اعطى نهاية عظمى او صغرى تساوي رأسا عدد مو اكس تساوي اذا اكس تساوي هو قال لك بعد اكس اذا رأسا تساوي هالقد اذا هاي قيمة واي شباب فأتمنى ترجع على هاي الملاحظات شباب تمام؟ إذا هاي قيمة واي قلنا شلون نستفاد من عندها؟ لازم أجيب الإكس مالتها هي مو النهاية الصغرى عبارة هي نهاية صغرى نقطة شباب إكس واي من يقول لك دالة نهاية الصغرى هل قد تساوي سالب 5 إذا هذا واي الواي يساوي سالب 5 لازم أروح أجيب الإكس شلون نلقى النهاية الصغرى والعظمى؟ نشتق نصفر نختبر روح سوي هذا الشيء اشتق صفر اختبر جيب الإكس مال هاي النقطة مال واي وانا اقول لك بعدين ايش اسوي؟ اذا واحد قال راح نجي هسه احنا هذا كله دا اسويه على مود القى الكي. طيب يا شباب راح نشتق الدالة. اشتق وياي. اف فتح الاكس هسه راح اقول لك وين اوصل. 2 اكس زائدا 2 نشتق نصفر نختبر انا قلت لك شنو؟ روح طلع لي قيمة اكس. مال هذه اللي هي النهايه الصغرى هسه نجي نشتق نصفر صفر يساوي 2 اكس يساوي عفوا 2 اكس زائد 2 اذا 2 اكس يساوي سالب 2 اذا الاكس يساوي سالب 1 من يقول هاي سالب 1 نهايه صغرى صح لازم نروح شو نسوي؟ نروح نختبر على خط الاعداد حتى نتاكد 100%. حط خط الاعداد تذكروا شباب شو نحط؟ نحط قيمه اكس اللي طلعت لنا اللي هي اكس يساوي سالب 1. حناخذ الصواريخ ناخذ قيمه اكبر اللي هي الصفر وقيمه اصغر اللي هي مثلا السالب 2. هاي وين نعوضها؟ بالمشتقه الاولى، هذا كل الموضوع حاكي. عوض الصفر بالمشتقة الأولى 2 في صفر 2 شو بقى لي موجب إذا هنا موجب 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 إذا تزايد عوض السالب 2 2 في سالب 2 سالب 4 زائد 2 يبقى سالب 2 إذا سالب 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 إذا هاي تمثل نهاية صغرى محلية إذا 100% هاي نهاية صغرى إذا يا شباب بقى علي دي. سالب 1 سالب 5 هي هاي النهاية العظمى عفوا النهاية الصغرى المحلية استاذ انت قلت لي روح جيبها شو اسوي بها انا؟ حبيبي من عندك نقطة كاملة تروح تعوضها بالدالة لأن هذا واي وهذا اكس يطلع لك كي
فهي الملاحظه كانت شو تقول اصلا شباب؟ اذا اعطى داله نهايه اذا اعطى نهايه عظمى او صغرى عند مو عند اكس، لا سنه يقول لك تساوي عدد، فهذا العدد يمثل واي، انا ما يفيدني واي بوحده، اروح اجيب الاكس مالته، جبت الاكس مالته نعوض النقطه الكامله بالداله، اذا هاي وين تعوض؟ تعوض بالداله. سالب 5 ما كان لفوق في الاكس اللي هو واي، اذا سالب 5 راح يساوي سالب 1 كل تربيع زائد 2 في سالب 1 زائد كي. سالب 5 تبقى نفس ما هي، سالب 1 تربيع 1 موجب 2 سالب 2 عفوا موجب 2 في سالب 1 سالب 2 زائد كي. 1 ناقص 2 شباب ناقص 1 يجي بالنهايه يصير موجب 1 على كيفي، حتى لا تقولون راسم هذا ناقص 1 زائد كي، اذا كي يساوي 1 ناقص 1 يجي من هنا يصير موجب 1، موجب 1 وناقص 5 اذا الكي ناقص 4. هذا كله سويناه كان يعتمد على التفاضل. حجي اشيل الكي من هنا شحط احط ناقص 4. حل السؤال لما نحل اكامل وعوض الواحد والثلاثه يعني انتهى السؤال. هذا شباب الرابط بين التفاضل والتفاضل. تعال الاستاذ حل لنا اياه. حيصير ويساوي كامل تكامل الاكس تربيع هو اكس تكعيب على 3 زائدا 2 اكس تربيع على 2 ناقصا 4 اكس من الواحد الى الثلاثة. هاي الاثنين تطير ويا الاثنين يبقى اكس تربيع. يلا هاي لعلمكم. تمام شباب؟ اذا وين الفرة كانت؟ قيمة كي، قيمة كي على شنو اعتمدت؟ اعتمدت على موضوع ايجاد الثوابت وراها كامل تكامل محدد. هسه نعوض الثلاثة ونعوض الواحد، نحتاج القلم الأحمر، تمام؟ حيصير ويساوي نفتح القوس الكبير، هسه صغير على كيفك. ثلاثة تكعيب ايش قد؟ 27 على 3 9 زائد 3 تربيع 9 ناقصا 4 في 3 12، خلصت من اول واحد. هذا انتهينا من عنده. هسه نحط ناقص نجعل هذا 1 تكعيب ثلث زائد 1 تربيع 1 ناقصا 4، نجي نسد هذا القوس ونسد هذا القوس. اذا 9 زائد 9 18 صح؟ ناقصا 12 وقام هنا 6 ناقصا ثلث، هذا ايش قد حيبقى؟ حيبقى ثلث ناقصا 3. انتهى السؤال. نجي على كيفنا بعد نبسطها هسه. هذا نبدا من واحد مقامات 6 ناقصا ثلث زائدا 3 حيصير 6 زائد 3 شباب 6 و 3 9 قاهية 3 في 9 ايش قد 27 ناقص 1 ويساوي 26 على 3. شلون سويت هيك استاذ؟ ما ادري. 3 في 9 تعرفوا هاي 27 ناقص 1 26 على 3 وهذا الناتج مال السؤال. كلش مهم هذا السؤال شباب، يعني حلوه فكرته. تمام؟ يقدر يدمج لك سؤالين يعني ما يجيب مال ايجاد ثوابت، يروح يجيب اصلا دوال يجيب هذا السؤال بالتكامل، هم صار لوتي هم جاب لك تكامل هم جاب ايجاد ثوابت هم قدر يجيب رسم الدوال، لان رسم الدوال يفضلون ايجاد ثوابت على رسم الدوال بالتفاضل. هذا السؤال استاذ تعال اشرح لنا السؤال الاخر. السؤال الاخر حيروح على غير موضوع بس هم على يعني نحتاج شغلات من التفاضل شباب. يعني نقطة الانقلاب خلينا نحكي عليها. شلون كنا نطلع نقطة الانقلاب شباب؟ ذكروني انتو نقطة الانقلاب استاذ كنا نشتق مرتين مرتين ونصفر ونختبر، صح ولا مو صح؟ إذا خلينا نجي نشوف السؤال اللي مربوط ويا التكامل. إذا كان المنحني باع وياي شلون سؤال حلو. إذا كان للمنحني f of x يساوي x ناقصا 3 الكل
تقعيد بلس 1 نقطة انقلاب اي بي. جد القيمة العددية للمقدار، باع السؤال شلون ذكي، للمقدار تكامل من الصفر للبي للمشتقة الأولى دي اكس ناقص تكامل من الصفر للأي للمشتقة الثانية دي اكس. شنو هالسؤال هذا؟ كلش حلو هالسؤال يعجبني. باع شباب على كيف نقرأ، إذا كان المنحني هذا المنحني دالة نقطة انقلاب اللي هي أي بي. زين. جد القيمة العددية هو ايش دايرين ستار دايرين هاي ايش قد قيمتها؟ هاي شنو؟ اف فتحة الاكس يعني تشتق هاي المشتقة الأولى تحولها هنا. هذا شنو؟ المشتقة الثانية، إذا تشتق هاي المشتقة الثانية تحطها هنا أستاذ. هاي سهلة. حلو الحكي؟ انتبه. هنا مشتقة أولى هنا مشتقة ثانية. استاذ الدالة جاهزة نعرف نشتق احنا من الصفر للبي ومن الصفر للاي. زين استاذ الاي والبي ايش قد؟ والله ما ادري من اثنين الاي والبي هو دا يريد لا. هذه الدالة عندها نقطة انقلاب هي اي بي، اذا الاي بي اللي هو نقطة انقلاب مال الدالة هو نفسه حدود التكامل مالتك صار. عيد علينا استاذ شوي. جينا احنا ايش دا يريد من الاخير؟ دا يريد هذا ايش قد قيمته؟ تكامل المشتقة الأولى للدالة، المشتقة الأولى، سهلة أستاذ المشتقة، نعرف نشتق قلنا. تكامل المشتقة الثانية، أستاذ هل نعرف نشتق عبر هاي السالفة؟ حبيبي من الصفر للبي ومن الصفر للأي. الأي والبي ما عندي، زين أستاذ منين أجيبه؟ هو إيش قال لك؟ أنا قلت لك يابا ترى الأي والبي هي نقطة انقلاب مال الدالة. إذا أنت هذا قبل تبلش فيه لازم عندك الأي والبي. وعندك المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. صح او صح؟ انت دايركت من تريد تطلع نقطة الانقلاب لازم تشتق مشتقة اولى ومشتقة ثانية. اذا انت ما حطلع نقطة الانقلاب خلصت من كل شيء، لان من طلع نقطة الانقلاب معناه عندك اي وبي، معناه عندك مشتقة اولى ومشتقة ثانية. شفت شلون؟ فحال تبي شلون تبي يصير؟ نبدي نرجع على التفاضل، اجي اخذ الدالة اللي هي اف اوف الاكس يساوي اكس ناقصا 3 الكل تكعيب بلس زائد 1. نشتق نصفر نخطبه بس الانقلاب نشتق مرتين. اذا هاي المشتقه الاولى اف فتحه الاكس يساوي قوس مرفوع الاس، الاس القوس نفسه الاس ناقص 1 في مشتقه داخل قوس هي 1. خلصنا اول مشتقه. المشتقه الثانيه اف فتحتين الاكس يساوي الاس 6 القوس نفسه الاس ناقص 1 حيبقى لنا هيك. انتهى السؤال. زين احنا نشتق نصفر نختبر. هسه نجي نصفر هاي. صفر يساوي 6 اكس ناقصا 3 اما توزع القسم الطرفين على 6 بقت يمك. صفر يساوي 6 اكس ناقصا 18. إذا 6x يساوي 18. إذا x يساوي 18 على 6. إذا x يساوي 3. هذا قيمة x اللي هي طلعت لنا 3. لازم نشوف هل هي هاي نقطة انقلاب ولا لا. لازم نختبر. أنا ما أعرف. راح أروح نحط خط الأعداد. هنا ناخذ شنو شباب؟ ناخذ إشارة المشتقة الثانية. لازم ما دام انقلاب إشارة المشتقة الثانية. قيمة x اللي طلعت لك هي 3. هاي x يساوي 3. ناخذ قيمة أكبر بكيفك شباب. أخذ الأربعة. قيمة أصغر للسهولة صفر أو 1. نجي نعوض الصفر. وين المشتقة الثانية؟ هاي المشتقة الثانية. صفر ناقص 3 ناقص 3 في 6 سالب 18. إذا ناقص 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 اذا تحدب 4. 4 ناقص 3 1 في 6 6 اذا موجب اذا موجب 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 اذا هذا تحدب تقعر. اذا الثلاثه يمثل نقطه انقلاب. نقطه انقلاب
شباب انا ايش داري اطلع؟ اريد الاي والبي، الاي والبي معنا الاكس والواي. نار عدو فرح عليك. للدالة نقطة انقلاب هي اي وبي، يعني اكس وواي، يعني الاي هو اكس والبي هو واي. اذا شباب عندي قيمة اكس، شلون اطلع الواي؟ دائما نعوض شنا بالدالة. هذني الصواريخ نعوضها بالمشتقة من الاختبار، بس قيمة اكس نعوضها بالدالة حتى نطلع نهاية عظمى وصغرى او حتى نطلع نقطة الانقلاب. اذا نجيب الثلاثة نعوضها بالدالة. اذا حنقول اف الواحد، عفوا اف الثلاثة يساوي ثلاثة ناقصا ثلاثة الكل تكعيب زائد واحد. اذا اف الواحد، اف الثلاثة شبيه اف الثلاثة يساوي واحد. اذا نقطة الانقلاب شباب هي شقد؟ ثلاثة بواحد. بس بتأكد من النقطة ثلاثة بواحد. اذا باع وياي، اذا الاي يساوي ثلاثة والبي يساوي واحد. خلصت من هذا وخلصت من هذا. هذا وينه؟ هيانه. هذا وينه؟ هيانه. اذا بس جمع هاي السؤال، هذا تفاضح عليك السؤال كله، بس تعال جمع. تبصب عليكم حصير تكامل من الصفر، وين البي؟ واحد. من الصفر للواحد المن المشتقة الأولى جاهزة هي يعني ثلاثة اكس ناقصا ثلاثة الكل تربيع. شنو الإشارة بيناتها؟ ناقص. تكامل من الصفر للأي ايش قد؟ من الصفر للأي وان هي يعني الأي ثلاثة. المشتقة الثانية، هاي المشتقة الثانية ستة اكس ناقصا ثلاثة، عفوا طبعا دي اكس دي اكس. اذا شباب تكامل عادي، قوس مرفوع بس مشتقه داخل القوس يد هي واحد موجوده، بس حنطلع الثابت برا ثلاثه من الصفر للواحد اكس ناقصا ثلاثه الكل تربيع دي اكس ناقصا هذا ثابت حطلع برا خلص من عنده اكس ناقصا ثلاثه دي اكس هنا من الصفر للثلاثه. اذا حتى كامل هذا مشتقه داخل القوس هي واحد موجوده، نزيد الاس واحد ونقسم على الاس الجديد اللي هو ثلاثه، ولا تنسى الثلاثه البره اللي عندك، ولا تنسى حدود التكامل من الصفر للواحد ناقصا نجي نكامل هذا هم يعني زي مشتقه داخل القوس هي واحد موجوده، نزيد الاس واحد ونقسم على الاس الجديد، ولا تنسى الثابت البره تنزله، هاي حصير من الصفر الى الثلاثه. هذا الثلاثه ويا الثلاثه، السته ويا الاثنين، تعوض الواحد وتعوض حطيك الناتج راسا شباب حتى لطول المحاضره. يطلع الناتج هذا من تعوض الواحد والصفر يطلع 19 صح؟ 19 وهذا راح يطلع 27. يطلع سالب 27 المفروض، حصل موجب بيانات الإشارة، أنت تحول هذا يطلع سالب 27 حيطلع 46 فقط، لأنه هو مكمل شال والفيديو صار جدا طويل، ولا هذا الهدف مالتك. إذا احنا التفاضل حل المشكلة، ليش؟ التفاضل طلع لي المشتقة الأولى، طلع لي المشتقة الثانية، وطلع لي الـ A والـ B اللي هي نقطة الانقلاب، هذا الاختبار لازم تسويه، مش مدري أنا نقطة انقلاب شباب. فلازم نسويها حتى تتاكد نقطة انقلاب، تقول له هاي النقطة هي نقطة انقلاب، إذا الـ A هالقد والـ B هالقد، لأن أنت قلت نقطة الانقلاب هي تمثل A و B اللي هي نفس حدود التكامل، تمام؟ إذا جينا شباب حطينا المشتقة الأولى وحطينا المشتقة الثانية، حطينا من الصفر لواحد اللي هو الـ B، من الصفر للثلاثة اللي هو الـ A، بس مجرد طلعنا الثوابت وكاملنا. تبسط، عوض هذا بهاي الدالة، عوض الصفر بهاي الدالة، عوض الثلاثة، كل سهلة بالصفر شباب، يعني شوي سهل عليك الحسابات، طلع لي هذا الناتج اللي هو 46 تقريبا، أو مو تقريبا، انتهى الموضوع المتعلق بالتكامل المحدد، بس ما حنعرف التكامل المحدد، أنت الدوال الشطرية اللي حناخذها المحاضرة الجاية، والدوال المطلقة هي عبارة عن تكامل محدد، تمام؟ بس احنا عازلين بحث
يعني دالة شطرية جدا مهمة راح ناخذها بحد علمكيها على كيفي، وهي عبارة عن تكامل محدد ترى. بس كموضوع تكامل محدد ختمت لك اياه، كل الامثله كل شيء ممكن يجي عليها حتى هذا الربط ازلت لك اياه. خلينا نذكر على الشغله، هاي الامثله راح تلقوها ويا المسائل مال اي واللن كوما، ما لها داعي شباب تنحط ويا الاي واللن. فانا قدمتها حتى بالملزمه انا مقدمها، قلت لك الترتيب علي بس حتى لا تستغرب، انا اقول لك هاي صافه، هاي بالاخير منطيها هي، ماكو داعي احنا من نقدر نعرف نحلها. المحاضرة الجاية حنبدي بموضوع جديد اللي هو الدوال الشطرية، شلون اكامل دالة شطرية؟ شو اسوي؟ كوما بيها ملاحظات، مو كوما بيها ملاحظات، بس يعني خلينا نقول حنفوت بموضوع جديد، هي الدوال الشطرية والدوال المطلقة نفس الموضوع، حتى نخلص من الجزء الأول بخير وسرعة.